غرفة التواصل الاجتماعي هي عبارة عن الغرفة اللي انتو شفتوها مع 6 شاشات مع عدة ناس ياسين اللي هم يتواصلون مع العالم بشكل دائم. والأهم شيء بالنسبة لنا احنا أولا تسويق لدبي، نوصل للناس الأخبار عن دبي أول بأول، الأشياء الجديدة اللي صايرة. بنفس الوقت أطلقنا المبادرة هاي لأن بغينا نوصل دبي للعالم، حتى نوصل من 10 مليون في 2012 ل 20 مليون سائح بحلول عام 2020. من الأشياء المهمة طبعا إذا نحن على سبيل المثال أطلقنا مثلا حملة ترويجية جديدة، نقدر عن طريق الغرفة هاي إن نشوف مدى استجاب الناس للكامبين نفسه.